الراديو 90-90 هواها مصري. يوم الاثنين، يوم الاثنين دايما فيه على الصبحية هو اليوم اللي بيكون فيه فقرة أساسية جدا وفقرة مهمة جدا متعودين عليها وحافظينها وصمنها كويس وبنستناها من الأسبوع للأسبوع، وهي فقرة لف بينا. فقرة لف بينا دي اللي بنعرف بيها حاجات كتيرة جدا 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 عن بلدنا وعن تاريخنا، ودايما بيكون ضيفنا فيها الباحث الأثري أستاذ مجدي شاكر أو الشهير بالأستاذ مجدي شاطر. صباح الفل عليك يا أستاذنا. صباح الخير. يعني بشكر حضرتك الأول على تقديمك الجميل، وبشكر يعني المستمعين بتوعك. سمعين على فكره هو هبه عثمان هي طلعت لك اللقطه، ربنا يبارك لها. الناس كلها بقت بتقول يعني، ويمكن في زميله اللي هي من ليبيا دي انا بشكرها جدا ان بعض الدول العربيه بتستجيب معانا. النهارده حضرتك انت اللي اخترت الموضوع، فانا بشكرك. ربنا يخليك يا رب. لان الموضوع ده مهم جدا جدا، وللاسف الاجيال اللي موجوده يعني حديثه مش مدركه. يا ريت مره احنا كنا على فكره محضرين موضوع تاني خالص، وقلت لك تعالى ناجله ونعمل، وكنت متحمس للتاني اكتر، لان هنعمله ان شاء الله. ان شاء الله انا مبسوط جدا المره دي، لان احنا عايزين برضه نعمل عادات وتقاليد، لان يعني الاجيال اللي طالعه يعني للاسف هي معتمده على الانترنت شويه، ومفيش تواصل بينها وبين الاجيال القديمه. كنا زمان بنقعد نحكي لاولادنا عن يعني ذكرياتنا و فحتى كان دايما الولاد يقول بابا ما تحكي لنا وانت قديم، يعني كانه انا قديم دي مثلا من 4000 سنه. ليه؟ لانهم كنا بناكل، كنا بنشرب، كنا بنزور بعض، فكانت بعض الحكايات بتعجبهم حتى هم لو مش مصدقينها. فانا بعتبر الحلقه بتاعت حضرتك دي حلقه مهمه جدا، لانها ما زالت واقع. احنا كرده حضرتك بتقول عن التقويم، هل تعلم حضرتك ان هذا التقويم هو التقويم الرسمي للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه؟ بس عايزين برضو نوضح لكل الناس اللي انضموا لنا خلال الدقائق اللي فاتت ان احنا النهارده يا جماعه بنتكلم على التقويم واشهر السنه عند القدماء المصريين. مش قدماء يا فندم، ده احنا بنمارسها. يعني اكيد كلنا لنا اللي هي قصدي القديمه جدا اللي هي موجوده يعني من زمان. احنا دايما اقول ان الاقباط هم بلاش الاقباط، المسيحيين. الاقباط طبعا هي بتشمل المصريين كلهم بالزبط. لان حتى كلمه ايجيبت قربها شويه من كلمه الاقباط. فدايما هم حاملين الحضاره المصريه، هم حلقه الوسط بين الحضاره المصريه القديمه والحديثه. فعاداتهم، تقاليدهم، معابدهم، حتى في حاجات من دياناتهم متاخده من الايه، من الحضاره المصريه القديمه. حتى لما جم حضرتك يعملوا الكنائس بتاعتهم عملوها داخل المعابد ليه حضرتك والمقابر؟ لان هم هربوا فتره كبيره جدا، فضلوا من القرن الاول حتى القرن الرابع لم يعترف بالديانه المسيحيه، فضلوا 400 سنه هربانين بالديانه بتاعتهم. فتخيل حضرتك ناس هربانين، فالفكر بتاعهم كان مختلف، المباني بتاعتهم مختلفه، حتى حضرتك الفن اسمه الفن القبطي كان مختلف. ليه؟ لان الناس هربانين في الصحراء، فما عندهمش امكانيات ومفيش داتا معينه، فعلى قد الامكانيات اللي موجوده دي. فهم بعتبر دايما الاقباط او المسيحيين هم حاملين او حاكمين الحضاره المصريه. حتى حضرتك اللغه القبطيه دي فيها كتير جدا جدا من الايه، من الكتابه المصريه القديمه. نرجع لموضوعنا، التقويم يجرنا للفلك. انا بس عايز اسال الاول، هو التقويم القبطي ده هو ده 12 شهر برضو؟ 13 شهر. 13 ازاي؟ هو اقول لحضرتك الفكره جت ازاي. هو على فكره اللي حضرتك ما تعرفوش ان التقويم القبطي فضل مستمر لغايه 1875. ده اللي كانوا ماشيين بيه لغايه القديس اسماعيل. يعني احنا كنا من 200 سنه كنا ماشيين لسه في يعني طوبه وامشير. ولو حضرتك جبت جرنان اهرام بالذات من مثلا 30 سنه على التراويسه، ويا رب يرجع تاني، كان بيكتبوا التاريخ الميلادي والتاريخ القبطي والتاريخ الهجري. طب ما هو بيتكتب لغايه دلوقتي، مش عارف والله، يعني شاك في الموضوع شويه. اتمنى ان يكون لان كان اساسي جدا على كل الجرايد بيتكتب التاريخ. وازار وتموز لا مش بتاعنا، ازار وتموز مش بتاعنا، مش تبعنا دول. بنتكلم عن طوبه وامشير وبرهامات وتوت ودي. اتمنى ان يرجع للتراويسه. انا برهامات دي كنت بقراها. التلويسه اللي هي العنوان اللي فوق. ايوه. فحضرتك فضلنا لغايه 1875 لغايه القديس اسماعيل بنستعمل هذا التقويم. ولكن كان في مشكله. ايه؟ انه 13 شهر. ليه؟ لان الاخوان يعني اجدادنا لما عملوه 30 يوم في 12 شهر ب 360 يوم، فبقت عندي مشكله. طب في 5 ايام او 6 ايام فرق، اللي هي السنه البسيطه والسنه الكبيسه، فسموه الشهر الصغير. الشهر الصغير. الشهر الصغير اسمه كده، وكان بيتقبض. تخيل حضرتك، كان موظف إيه؟ كان الموظفين بيقبضوه لغايه حلو ده. والله. طب ليه ما يرجعوش؟ يعني انا واحد من الناس زعلان جدا. طب احنا عايزين نعمل دعوه. وده هيبقى موضوع، هسيبك بقى من موضوع الاشهر والحاجات دي. ده هيبقى موضوع حلقتنا النهارده، احنا نعمل دعوه لعوده الاشهر الكبتة. بحيث ان يبقى في شهر 14 بقى ولا. كانوا بيتقبضوا، كان بيسموه، وكانت الحكومه بتعتبره مكافاه للموظفين. لغايه ما جه الاحتلال البريطاني ما عجبوش الموضوع لانه بيدفع. طب فراح مرجعنا التقويم الميلادي اللي هو العادي، وبراح مدينا اول سنه المكافاه دي، وبعد كده لغاها خالص. كل سنه وانت طيب. فبقى كان يعني كنت اتمنى سؤال النهارده بس كان هيبقى صعب شويه، عدد اشهر، لان كل لك عدد اشهر، ما هو 12. اقول له لا، ده هو كان 12 شهر، لان 300 عندي 30 يوم في 12 ب 360. لكن انا عندي كانوا حتى الفراعنه لما عملوها، او كنت بحبش اقول الفراعنه، لان الفراعنه تطلق على الحاكم القدماء المصريين او اجدادنا، كانوا بيسموا دي اسمها ايام نسيء. ما هم لقاش حل. كانوا بيسموا ايه؟ ايام النسيء. يعني ايام النسيء؟ ايام الافراح.
ايام باعتبارها عيد. سمع كلمة بايام النسيء. النسيء يعني ايام النسيء ايام الاعياد. خمس ايام اعياد اوزوريس وازيس ونفتيس وست وحورس، خمس ايام بخمس اعياد وفلوس وبتاع وليله. زي ما حضرتك عارف في العيد عيد الميلاد او عيد ميلاد السنه في اوروبا بياخدوا اسبوع او 10 ايام اجازه يعني كده. فهم برضو كان الخمس ايام دول فري يعني كده. دول كانوا بيجوا امتى؟ كان بيجوا في نهايه السنه. ما احنا هنبتدي مع بعض في شهر 12 يعني. طب لا مش 12 ده موضوعنا كبير قوي. طب انا اسف. انا بس عايز اعرف يعني المستمعين ان احنا اجدادنا كانوا ناس يعني راقيين جدا جدا. والحضاره اليونانيه والرومانيه خدت منا كل حاجه، لدرجه ان احد العلماء في اليونان قال له اليونان والرومان خدموا المصريين 30 فرع من فروع العلم، خدوا كل حاجه. المصري بطبعه كان بيحب الملاحظه بس طوروا. طبعا بيحب الملاحظه. ليه بيحب الملاحظه والحاجات العمليه؟ حتى لغايه دلوقتي عندنا في مبدا يقول لك ايه، خش في المفيد. يعني لما حضرتك تاكل مع الاجانب هات من الاخر، يبدا بالابراتيف والسلطه ومش عارف ايه ويقعد ساعتين يعني يقول لك اديني الزبول اديني ايه البروتين. حتى مثلا اليونان حضاره فلسفيه يعني يحبوا الفلسفه. احنا المصريين يقول لك يا عم يعني لخص ما تفلسفش عليا يعني ايه. فالمصري كان عنده دايما ديخ على فكره لها جذور. فالمصري اول ما طلع لقى شمس، يعني المصري خلقه ضيق طول عمره الحقيقه. اوكي دي حاجه استفدناها برضه. ما اهتمش بالفلسفه قوي، كان عملي. فهو ليه عملي بقى المصري القديم ولغايه دلوقتي؟ يمكن ان هو كان عنده الشمس بتيجي وبتروح، النيل بيجي في اوقات محدده، الجو عنده فيه بحر وبرد وشويه مثلا جو كويس، كل حاجه محسوبه بالظبط. فكان هو عنده دقه الملاحظه، فبدا يؤسس ما يسمى بعلم الفلك. طب يعني واحد يقول لي المصريين فلك؟ ايوه والله يا فندم، احنا بنتكلم من 4240 قبل الميلاد، وده اللي ساعدهم بقى في كل حاجه. الفلك بقى بدا يعمل، بدا يشوف ظاهره غريبه جدا، يلاحظ ان في يوم الفيضان مرتبط بظهور نجمه وسموها الشاعر اليوناني العرب اللي سموها، لدرجه النجمه دي فضلت موجوده حتى العرب، حتى موجوده يعني هو النجم اذا هوى يعني في القران نجمه الشعر اليمنيه. فبالتالي انا عندي فكره النجوم دي كانت موجوده، والعرب انت عارف حضرتك لما كانوا بيروحوا رحله الشتاء والصيف كان بيمشوا عن طريق النجوم. فالمصري هو اول من لاحظ الارشاد بالنسبه لهم في الصحراء يعني. اول من لاحظ نجمه اسمها نجمه سوبدت، سماها سوبدت بالتالي. وبدا يلاحظ النجمه دي بتظهر قبل ظهور الفيضان لمده 10 دقائق، ما تطلع الشمس يحترق، وبيسموه الاحتراق الشروقي. فربط فكره الفيضان، ربط الفيضان بظاهرتين طبيعيين، النجمه تظهر وتحترق ثم مجيء الفيضان. فقال لك بس هنعتبره بدايه السنه. السنه بتاعتنا امتى يا عم؟ قال لك هنبتديها في 11 سبتمبر ونسميه توت. 11 سبتمبر عنده. لذلك انت لاحظت حضرتك من اسبوع 11 سبتمبر اللي فات كان اول مره تيجي عندنا السنه. انت حبيبي يا استاذ مجدي. لا مش حضرتك، مش انا الاسبوع اللي فات قلت حضرتك عندنا السنه القبطيه. احلى واحد في الدنيا كل اسبوع يديني السؤال ويديني الاجابه واحنا على هوا. حبيبي يا استاذ مجدي متشكرين قوي. انسوا ما سمعتوش حاجه ها؟ ولا كانوا كنت لغوش بقى يا ريس الحته اللي فاتت دي ما سمعتوهاش. قول يا استاذ مجدي حبيبي حضرتك تو ايوه والله قدر الله قدر الله كل حلقه قدر الله ما شاء فعل. يلا ما اصل حبيبك والله المستمعين دول كلهم حبيبي يا استاذ. انا حاسس ان علاقتك بمستمعينك مش علاقه مستمعين بمذيع. الحمد لله. انا حاسس ان في علاقه يعني اخويه صداقه، علاقه مميزه جدا والله. دول ثروتي في الدنيا، حتى ما بعرف علاقات بتاعتهم اقول مش ممكن يعني دي علاقه. الحمد لله ربنا يديمها يا رب. ودي حاجه جميله ربنا يبارك فيك. فانا عندي يعني عندي شهر يعني انا حاسس حضرتك الشهر الاسبوع اللي فات احنا احتفلنا بالسنه القبطيه او السنة المصرية القديمة مع السنة الهجرية. كان الاثنين جيم في نفس التوقيت. ايوه صح. وكانت دي يمكن رسالة من عند ربنا بتقول لنا ان انتوا يا مصريين طول عمركم هتبتقوا نسيج واحد، ومش ممكن في حاجة اسمها مصر قديم ومصر حديث، في حاجة مسلمة في كان مش الثلاثة اللي فات اللي قبليها. بالظبط. يعني عندنا الدنيا كلها مرتبطة ببعضها. فأنا كان عندي علم الفلك المصري لحظة، لدرجة إن كل المعابد كل الأهرامات المصرية، أوعى تخيل حضرتك إن المصري كان بيبني اعتباطا، لا جميع أهراماته جميع معابده كانت تبنى على أسس علمية. واحد يقول لك علمية؟ أيوه يا فندم والله علمية، برغم وسائلهم البسيطة تمكنوا من إن هم يوصلهم لرسم كامل للنجوم. ولو حضرتك رحت قلت 100 مرة روح يا جماعة افتقولوا كده الزودياك بتاع متحف اللوفر، الزودياك دي الابراج كلها القوس والجدي اللي حضرتك بتقولها كل يوم ده موجود في متحف اللوفر. هو لما جت احمد الفرنسيه كانت في اوضه فيها الزودياك ده، سرقوه خدوه عندهم. زودياك متحف اللوفر ده موجود في متحف اللوفر وهو مهم جدا. وما حضرتك تخش اي مقبره في وادي الملوك او مقبره سموت اللي هي المهندس بتاعها بيقول لنا قصه حب المشهوره، هتجد النجوم مصوره كامله. مش هنقول زي دلوقتي، ولكن تمكنوا يعرفوا النجوم السياره والنجوم الثابته ويعرفوا الفلك، فكانوا متقدمين وقدروا يقيسوا ساعات الليل والنهار، وكان عندهم ساعتين مهمين جدا. وحتى شكل النجوم لغايه دلوقتي يعني مثلا لما حضرتك تروح مكان يعني نقدر نقول عليه ممكن يكون بكر لسه شويه او لسه ما فيهوش قوي مجتمعات عمرانيه وتلوث وبتاع، بتبقى شايف النجوم واضحه
جدا جدا جدا. يمكن دلوقتي احنا هنا في القاهره وفي الجيزه وفي المحافظات ما بنشوفهاش ومع الاداره ما بنشوفهاش بقى بسبب التلوث يعني وحاجات كتير. احنا عندنا في الارياف قبل وجود الكهرباء كان مهم جدا فكره القمر، وكنا يعني مرتبطين لان القمر يوم 14 و13 كان بالنسبه لنا شيء مهم لانه بيسمح ان احنا يعني بنتحرك و فكره القمر. حتى كانت فكره ان هو القمر لما يختنق فكره كانت موجوده، كان يجيبهم يعني حاجات زي الحله ويضلوا يخبطوا عليها يعتقدوا القمر مخنوق فهم بيخبطوا ليه عشان الروح اللي ماسكاها تفك عنه وبالتالي القمر يرجع مره اخرى. فكان فكره ارتباط الارياف بالقمر والنجوم كانت فكره مهمه، حاجات موروثه برضو، حاجات موروثه طبعا. فانا عندي حتى عارف فكره الكسوف والخسوف لدرجه لما جيش الاسكندر جه مصر حصل خسوف للقمر فانفزعوا ازاي القمر يحمر. فالكهنه بتوع المصريين قال لهم لا دي ظاهره موجوده علميه وبتتكرر. فتخيل حضرتك المصريين علم الفلك، وكان عندي مرصد فلكي موجود في مدينه اون اللي هي المطريه، وكان عنده راجل مهم جدا اسمه كبير الناظرين للسماء، يعني راجل زي وكاله ناسا كده، راجل مهمته ان هو ينظر للسماء ويبدا يبحث. لذلك هم قدروا يحددوا الفيضان بيجي امتى بالظبط، وبالتالي مع تكرار بعض الاحداث بالظبط. فبالتالي علم الفلك عندهم كانوا متقدمين جدا من علم الفلك. بس حضرتك خدتني بسرعه، وكان نفسي قوي اتكلم على التمثال الخامس اللي موجود في مترو الانفاق اللي هو من قورع، لان هذا الرجل صحيح والله فندم ما اتكلمناش عنه المره اللي فاتت. احنا في واحده نتكلم عليه النهارده مفيش مشكله ابدا. انما من قورع ده هو صاحب الهرم الثالث، وقالوا ان هو كان راجل طيب جدا. يعني انا عندي ثلاث اهرامات، خوفو وخفرع ومن كاورع، اسمه كده من كاورع يعني روح الاله رع. فهو هذا الرجل كان طيب جدا وبنى الهرم بتاعه وما كانش مرتفع، وكان 66 متر. وبس اللي ما كانش متابع ده كان موضوع حلقتنا الاسبوع اللي فات. هو يا فندم ما حضراتكم هتروحوا هتلاقوا كل التماثيل واحد واحد واحد، انما ده لقيت ثلاث تماثيل جنب بعض، لان هذا الرجل لقينا له خمس تماثيل كان بيعمل نفسه مع تمثال اله اسمها اله حتحور وحكام او حاجه اسمها اله الاقليم. كل اقليم او كل محافظه، احنا دلوقتي كل محافظه لها شعار، فبرضه كان كل اقليم له اله خاص بيه، له اله مرتبط بيه. فهو عمل لقنا له خمس تماثيل من حجر المحافظ بتاعه المحافظ حجر اسمه حجر الشيست، وحجر الشيست من اصلب انواع الاحجار. في اتنين عندنا في مصر وفي ثلاثه في بوسطن، متحف بوسطن برضه. احنا لا ده ما تروحش حضرتك متحف يمكن ابرزنا متحف البرازيل، الناس كلها ما كانتش متخيله البرازيل طلع فيها 900 قطعه من الاثار المصريه. ما فيش متحف في العالم لما كان تجاره الاثار مسموح بيها عادي. فما فيش متحف في العالم حضرتك، احنا عندنا بقول لحضرتك لغايه سنه 83 كان مباح ان تشتري اثار، وكانت التجاره دي موجوده، وكانت البعثات بتاخد 50 او 10%. فبالتالي ما فيش متحف في العالم، ما فيش برايفت كوليكشن في العالم الا لما حضرتك هتلاقي فيه قطعه من الاثار الايه المصريه. فاحنا بنقول ان هذا التمثال اللي هو ثلاثه يا جماعه، لما تشوفوا التمثال اللي هو ثلاثه اللي موجود في محطه السادات دي، تمثال من قورع صاحب الهرم الثالث، وموجود جنبه على اليمين اله حتحور اللي هي اله الحب والجمال اللي هنتكلم عنها النهارده، ان في شهر موجود منها اللي شهر هاطور. وعندي الرمز الثالث اللي هو الرمز اللي موجود احد الالهه اللي هي احد الهه الاقاليم، لان بقول لحضراتكم قد مصر متقسمه ل 42 محافظه. فكان كل محافظه او كل اقليم كان له اله او كان له اله مختص. تمام، احنا بقى هنرجع لسه وهنبدا بقى نتكلم بشكل فعلي اكتر عن التقويم واشهر السنه عند القدماء المصريين او الاشهر القبطيه. رجعنا مرة تانية ومكملين فقرة لف بينا اللي بتكون موجودة معنا كل يوم اثنين في الصبحية على الراديو 90-90. لسه معاكم حسام عصام ومشرفنا الباحث الأسري الأستاذ مجدي شاكر. جميلة جمال صباح الفل عليك، بشكرك جدا ودايما تكوني منوراني كده، مش يوم ويوم ولا يومين ويوم، لا عايزك تكوني موجودة كل يوم. محمود الكيلاني بيقول مبسوط ان انا معاكم اول مرة شارك والإجابة هي كذا. أحمد سلطان بعت لي الإجابة بس فكر فيها مرة تانية. عمرو محمد بيقول الأستاذ مجدي معلوماته مفهومة وبتوصل، ويا ريت يبقى في شرح للتاريخ كده في التعليم. يا ريت والله فعلا دي حاجة بنقولها طول الوقت. في كمان عندي كريم جاجو منور الدنيا كيمو، بقى كتير مش موجود برضو. ماريو وجيه بيقول بعت لنا الإجابة ماشي. ساسا شميس كمان منورة الدنيا، وريري أحمد وكل الناس اللي بتشارك صباح الفل. عندي كمان أخيرا توصلت للإجابة الصح تقريبا، هي ميرفت وهيب بعدت كل الشهور، عايز أقولك بعدت كل الشهور وفي الآخر استقرت على الإجابة الصح الحمد لله. كريم الشناوي كمان منور الدنيا. وعندي كمان اسد الدين محمد بيصبح علينا صباح الفل وعايز يسمع، عايز حلقه بكره على عبد الخالق. اوكي، دينا موريس كمان منوراني بتقول زعلانه منك عشان اخر مره قلت لك عيد ميلادي النهارده كان في شهر 7 واخترت لي حاجه على ذوقك ونسيتني، وبرده بس برده بعزك واول شهور السنه القبطيه هو كذا. دي دينا موريس صباح الفل عليك يا دينا. طب ما انا جبت لك حاجه، هو انا ذوقي وحش قوي للدرجه دي ولا ايه؟ في كمان موحة كمان صباح الفل عليكي، واحمد عمار صباح الفل ومنور الدنيا كلها، ومرسي على كل حاجه دايما بتكتبها. طب يلا نبدا بقى الشهور بتاعتنا. انا بس شهور الشهور حضرتك اصل يعني في سؤال مهم جدا. ايه اللي وصل زي بيقولوا يعني ايه اللي جاب الشهور المصريه القديمه للسور القبطيه؟ المصر القديم ما كانش عنده تحديد للوقت، يعني ما كانش بيقول مثلا سنه مثلا 200 وكذا و300 وكذا، لا هو كان بيحدد كل سنه على حسب الملك. يعني كل ملك يجي حكم 40 سنه 42 سنه، يقول لك السنه الاولى من حكم الملك مثلا تحكمه 6 ثالث،
السنه الرابعه السنة ويجي واحد جديد يبتدوا الموضوع من اول وجديد. اوكي فيعني الموضوع ما كانش لا هم ما كانش عندنا سجلات في الموضوع ده فهو كل ملك بيرتبط بتوقيته هو لغايه ما جات لنا حادثه يعني فظيعه جدا 284 ميلاديه جالنا واحد اسمه دوكلجينوس وهذا الرجل قتل اكتر من 200 الف من اخواننا المسيحيين اضطهادهم اضطهاد كامل لانه ما كانش معترف بدين المسيحيه فجي مصر وقتل كميه كبيره جدا سموا هذه حادثه حادثه الشهداء والمفارقه الغريبه ان هذا الرجل له اطول عمود موجود في اسكندريه يعني هو الراجل ده فيه حاجتين متناقضين جدا الراجل ده عمل حادثه الشهداء ولكن خفف الضرائب على المصريين يعني بعد ما حصلهم 7 شهور وقتل ناس كتير خفف عنهم الضرائب فعملوا له عمود اسمه عمود دوكلجينوس اللي هو عمود السواري اوكي فعمود السواري ده يرتبط بهذا الرجل اللي هو قتل كميه كبيره من اخواننا المسيحيين فاخواننا المسيحيين اللي محصل اعتبروا هذه الحادثه حادثه مهمه جدا في تاريخهم فاعتبروا ان هذه بدايه السنه القبطيه يبقى حضراتنا لما عايزين نعرف بدايه السنه القبطيه بدات امتى بدات من 284 ميلاديه عندما قام دوكلجينوس بقتل مجموعه كبيره جدا من اخواننا المسيحيين وسميت هذه الحادثه بحادثه الشهداء بس هم اخواننا المسيحيين خدوا كل الشهور اللي هي القبائل المصريه القديمه وطوروها وبقى عندهم بار 13 درجه حضرتك ان كل اعياد اخواننا المسيحيين حتى الان مرتبطه بهذا التقويم لدرجه حضرتك انت اكيد متابع اكتر مني احنا عندنا عيد الميلاد بيبقى 7 يناير وعيد الميلاد بالنسبه في اوروبا بحوالي مش عارف 24 او 25 فاحنا مختلفين تماما طب. يعني احنا اعياد حتى اعياد الكنيسه حتى صلواتهم حتى ترنيماتهم مرتبطه كلها في فندم بعض الاشياء مرتبطه بالايه بالتقويم المصري القديم وهي السنه القبطيه كده مرتبطه كمان حضرتك لما تروح الفلاحين لما تسال واحد فلاح ريفي ما يعرفش لا يناير ولا فبراير ولا محرم ولا رجب يعني يمكن الشهور الهجريه شويه عشان مرتبطه بالحج والصيام لكن هو مش عارفش التقويم العادي اللي هو يناير وفبراير انما بيعرف ايه بيعرف التقويم القبطي ليه لان كل زراعته مرتبطه بهذا التقويم اللي احنا اتكلم عنه طب هم يعني في ارتباط وثيق جدا ما بين الزراعه وما بين التقويم القبطي لان بقول لك عارف حضرتك المصري القديم ربط تقويمه بالشمس احنا اول يا فندم اول ناس في العالم عملنا تقويم اسمه التقويم النيلي النيل بيجي فيضان وبعدين شويه عملنا التقويم الشمسي اللي هي خدته عنا اوروبا كل الاشهر بتاعه اوروبا حتى الان لان جالنا بعد كده يوليوس قيصر خد التقويم ده وطوره في عهد كليوباترا وحصل تطوير مهم جدا فكل التقويم اللي احنا بنلعب عليه النهارده يناير فبراير كله متاخد من التقويم المصري القديم فما نقدرش واحد يقول لك انت بترجع لمصر القديم في كل حاجه انا دايما ليا راي معتقد ان هؤلاء الناس كان عندهم درجه من العلم وصلت ان ربنا يعني دايما حرف حضرتك الحضارات بتعلى زي الانسان لا مرحله طفوله ومرحله يعني شباب ومرحله فتوه ومرحله انتصار واي حضاره في الدنيا كده فانا بعتقد الحضاره المصريه وصلت من العلم ربنا زي بيقولوا اهلكهم بعلمهم لانهم لكن حضرتك رغم التقدم العلمي حتى الان ما زال العلم حائرا ازاي بنعمل شويه في حاجات كتير حضرتك بدعوك يعني لما الشمس ما اعرفش تتعامد على وش يمين في يوم واحد في السنه او كده انا حضرتك رايح اتكلم لمده نص ساعه النهارده بعد برنامج حضرتك عن هذا الحدث الفريد العجيب سيب حضرتك من الشمس احنا نتكلم عن حدث يعني اللي هو نقل معبد ابو سمبل تخيل لما شعب ينقل جبل شعب يبني جبل وشعب ينقل جبل الشعب دي غريب عجيب يعني تخيل حضرتك لما عملنا معبد ابو سمبل جوه الجبل تخيل حضرتك 64 متر جوه الجبل تعمل اوض وترسم وتلون وهو حجر جيري وصعب جدا ولما ينقلوه المصريين صعب جدا الحفر فيه يعني. لما يجي نقول المصريين تخش شركه المانيه وشركه ايطاليه وشركه فرنسيه وكل واحد اقتراح يجي لنا واحد اسمه محمد عثمان ابو الروس راجل جميل اسواني من نوبه قال لهم يا جماعه سيبكم الافلام دي كلها اللي مسك اول عميد لكليه فنون جميله في اسكندريه تخيل احمد عثمان ابو الروس المصري الجميل لغى كل الافكار الاوروبيه وعمل فكره قال لهم هنقطعه بطريقه معينه هنقطع المعبد بطريقه معينه وننقله والفكره دي اللي مشت وتم نقل المعبد ولم يتكلف غير 40 مليون دولار في هذا الوقت ودي كان مبلغ يعني بالنسبه في هذا الوقت مبلغ قليل بالنسبه للارقام اللي ايه اللي طرحت فانا بقول لحضرتك الناس دي وصلت لمعجزه كيف لناس تخيل حضرتك لما 50 دوله تشترك في نقل معبد في القرن العشرين انا بقول لحضرتك من 4000 سنه جدك رمسيس والناس اللي معاه عملوا معبد جوه الجبل وتخيل حضرتك احنا بنتكلم مش في النوبه يا فندم احنا بنتكلم في جنوب اسوان 290 ايه ميكيلو يبقى الجو عامل ايه انت متخيل عذاب أليم يعني تخيل حضرتك ويقعدوا يبنوا فيه 20 سنه طب يبنوا ازاي ايه الناس واحد يقول لك صخره ايه اللي هتطلع يعني معبد ومش معبد لوحده بيعمل معبد له ومعبد لمراته ارتفاع التمثال الواحد يا فندم 20 متر
انت متخيل ارتفاع الواجهه 32 متر، فلان حادثه الانقاذ كانت المفروض 22 سبتمبر عماره شاهقه يعني. فالبناء مبدع وتخيل الشمس كيف لاحظ هذا الانسان من الاف السنين ان الشمس في يومين في السنه تخش لمده 20 دقيقه وتنور وجه المعبد، تنور وجه التمثال، تخش جوه 64 متر تنور وجه التمثال اللي هو رمسيس 20 دقيقه وتيجي على ثلاث تماثيل والرابع مش جاي عليك. ليه؟ قال لك لان ده له الظلام ما يجيلوش الشمس. ازاي وتفضل هذه الظاهره موجوده؟ انا بدعو كل الشباب ارجوك اوعى تقول جدك كان راجل كافر او كان راجل بيفهمش. جدك كان عبقري لدرجه يعجز الناس يا فندم. والله ما بتروح هناك الناس مش بتسقف، الناس بتبكي من الفرح لما بيشوف الشمس 20 دقيقه. والله يا فندم الناس مش مصدق. ايه ده ايه ده يعني ازاي في يومين محددين لفتره محدده؟ ومش بس كده، ده في معبد الكرنك في التقويم الشتوي هو ربط كل حته وزراعه. ففتره التقويم الشتوي يعني في الانتقال الشتوي والانتقال الصيف الربيعي كان كل معابده. فاوعى تفكروا ان المعابد دي والاهرامات بدات هباء، لا كله كان كله كان زبونه محسوب. نرجع لموضوعنا عشان الوقت بتاع حضرتك بقى سريع. ازاي كان بيقيسوا ساعات الليل؟ كان عندهم ساعات والله بالنهار كانوا بيحسبوها عن طريق الظل، ساعه الظل. واحنا عندنا قبل كده قبل الاف السنين، بس الناس للاسف ما تقراش كتير، انا عندي اقدم ساعه في العالم كله اكتر من 20000 سنه. واحد يقول لك 20000 سنه؟ حضرتك سافرت، لو سافرت انجلترا عندهم ساعه اسمها مش عارف ايه ستون، ساعه كده عباره عن مجموعه احجار محطوطين دايره موجود بيزورها 7 مليون سائح و20 مليون سائح. احنا عندنا اقدم منها ب 2000 سنه. والله يا فندم عندنا ساعه اقدم منها ب 2000 سنه، ودي كانت موجوده في حته اسمها بلانه وقسطل، دي موجوده في النوبه. بس للاسف اثناء الثوره خافوا تتسرق نقلوها في متحف النوبه. فحضراتكم لو رحتوا متحف النوبه، وانا بناشد اقدم ساعه في العالم. اي والله يا فندم اكتر من 22000 سنه. كيف توصل الانسان قبل تعليم الكتابه والديانه والانسان البسيط ده قدر يعمل؟ تخيل حضرتك ان عمل مجموعه احجار بحيث ان في يوم محدد ان ما يبقاش ظل هذه الاحجار، كيف توصل ليها؟ ما حدش عارف. فاحنا الساعه بتاعتنا اللي هي موجوده في النوبه كانت اقدم من ساعه انجلترا اللي الناس مبهوره بيها ب 2000 سنه، يعني اذا كانت 20000 احنا 22000. وهذه الساعه اتمنى ان هي بنشد من خلال برنامج حضرتك رجعها لمكانها تاني عشان ما تفقدش الجمال. ايه مكانها الاصلي فين؟ كانت موجوده في حته اسمها بلانه وقسطل، دي موجوده في النوبه. طب ما هي موجوده في النوبه بس في حته ثانيه. لا ما هم يا فندم لما جت الثوره لان الاحجار كانت مرصوصه بطريقه معينه ممكن كان حد يعني ياخدها او يبوظها. فهم نقلوها لمتحف النوبه، في متحف اسمه متحف النوبه اسوان، متحف اكتر من رائع. حاجه كده للحفاظ عليها يعني. للحفاظ عليها. فحضرتك احنا عرفنا اول ساعه. طب العاديين بقى اجدادنا كانوا بيستعملوا الساعه ازاي؟ انا بقول لحضرتك بالنهار كانت حاجه اسمها الظل، ويمكن للناس القديمه هتفتكر كنا بنعرف اوقات الصلاه يقول لك الشمس جت على الحيطه بطريقه معينه كنا بنميزها. أيوة فهو كان عنده برضه اسمه حاجه، كان يحط عصايه او يجيب دائره خشبيه او دائره حجريه ويعرف الساعه كام بالظبط. طب بالليل كان عنده حاجه اسمها الساعه المائيه. ولقوا واحد زي دي في معبد الكرنك بيعمل اناء حجري معين ويعمل فتحه ويحط فيه ميه، فالميه بتنساب بطريقه معينه وبيحط شرط او بيعلم عوائد معينه بحيث ان عن طريق الخطوط دي يقدر يعرف الساعه كام في الليل وبالنهار، لانه قدر يوصل السنه ل 365 يوم خلال تقدير الميه دي 12 شهر. ايه يا فندم. وعرف الساعات وكان كل ساعه بدها اسم. ما كانش بيقول الساعه 2 و3، لا كان كل ساعه بدها اسم. طبعا هسيب من اول شهر لان حضرتك قلت لي بقى احنا كده يعني زي اول شهر. ايه خلينا نسمع بقى الاغنيه اللي جايه. رجعنا ومكملين لف بينا في الصبحية على راديو 90 90. لسه مشرفنا الباحث الأثري الأستاذ مجدي شاكر، وموضوعنا النهاردة بنتكلم عن التقويم وأشهر السنة عند القدماء المصريين أو أشهر السنة القبطية. سؤالنا النهاردة بيقول ما هو اسم أول شهر من شهور السنة القبطية؟ والجائزة بتاعتنا عشاء لفردين في كافيه كورتادو أو كورتادو كافيه. أسد الدين حبيبي ربنا يخليك، وبيقول الحل هو كذا، وبيقول ربنا يخليك لينا يا أستاذ مجدي. ربنا يعزك. أرجوك تطلب من كل مستمعين على الصبحية يدعوا البابا بالشفاء لأنه في حالة حرجة. دي ام قمر سلامته الف سلامه وان شاء الله تطمنينا كده عليه قريب، وان شاء الله كلنا بندعي له. ولاء جمال الدين بعت لنا الاجابه. دعاء عربي كمان بتقول يوم واحد للاستاذ مجدي ما ينفعش، يا ريت يبقى ليه يومين. واحب اشكره على كل المعلومات القيمه دي، وعايزين نسمع حمائي، وبصبح على زوجي ايمن واولادي محمد وسلمى. اشرف حسين بعت لي الاجابه، ولاء جمال بعت لي الاجابه. اسد الدين بيقول انا ما غشيتش والاجابه هي كذا. ماشي. لا هو استاذ مجدي بيغشش كل الناس عادي يعني، هو اللي حط السؤال ده عادي برضه. طيب أرجوك فاضل تلت ساعة أرجوك. ما يعني يلا طيب بلاش أول شهر، بلاش أول شهر هنبقى نرجع له بعد كده. يعني احنا قلنا 12 شهر هنقولهم ومصادرهم. نبدأ بقى من الشهر التاني. الشهر التاني اللي هو شهر بابا. بابا 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 ده بينسب لعيد كان عن في مصر القديم اسمه إبت، وبيسموه عيد الحريم، واحنا اتكلمنا عليه كتير. والإبت ده بيبقى يعني بيجي فيه زيارة مهمة جدا، بيقوم الإله أمون اللي هو الإله اللي موجود في معبد الكرنك. معبد الكرنك ده من أكبر المعابد في مصر وفي العالم. تخيل 45 فدان، انت متخيل حضرتك 45 فدان مباني مقاصير ومسلات وبحيرات، يعني مش ممكن تزوره في يوم ولا في اثنين ولا في ثلاثة. 45 فدان تقريبا قد مدينة الإنتاج الإعلامي تقريبا يعني هو يعتبر مدينة. وحضرتك كل سنتي فيه
تجد فيه يعني اثار من كل، لان كان كل ملك يجي بحريص انه يعمل مبنى في هذا المكان. واكتشفوا يمكن اجمل حاجه فيه ان كان الكهنه بحيص ان الحرب جايه كان بيعمل حاجه اسمها الخبيئه، يروحوا مجمعين انفس الحاجات اللي عندهم، الحاجات النفسه جدا، روح حفرين وحطينها. ففي الستينات لقوا فيه خبيئه لقوا فيها اكتر من 70,000 تمثال. فيعني هذا المكان ما زال يعني زي بيقولوا ايه مواليك برج. وفي بحيره حضرتك تخيل بحيره بالرغم ان هي بعيده عن نهر النيل، هذه البحيره الميه بتاعتها لا تنضب طول العام، الميه بتاعتها جايه ازاي وحكايتها ايه موضوع تاني مختلف خالص. فانا عندي بابا ده كان ابت عيد الابت، ده كان من اشهر الاعياد في مصر القديمه، يخرج فيه الاله الامون سنويا في موسم محدد، يروح يزور زوجته في معبد الاقصر، يقعد معاه 21 يوم. طبعا دي كل دي رمزيه، ولكن كان الهدف منه هي الخصوبه. المصري كان عنده هاجس بفكره البعث والموت والخلود. فهو متخيل دايما ان في شمس وبتختفي، في قمر وفي ليل وفي نهار وفي زرع وفي فيضان، فهو كان دايما متاكد ان هو سينجو وسيصحو. لذلك كل حياته خلصها لاخرته يعني. ده اللي هو كان زي دلوقتي شهر فبراير كده في الموسم ده، في الموسم ده لا، ما هو عندي هو كان التقويم بتاعه في سبتمبر، سبتمبر الاول ده. وطبعا مختلف عنه شويه. فالبابا ده الشهر ده مشهر اللي هو شهر او عيد الابت ده كان مهم. فالبوم من ايه، من ابت لبابا. ايه اللي بيحصل في بابا ده يا فندم؟ اللي هو بابا يعني في عندهم الامثال المشهوره جدا كان بيسموها عيد الحريم. ليه عيد الحريم؟ لانه كان بيخرج لحريمه الحرمه بتاعته، لحتى الان حتى الان احنا بنسموه في الصعيد يقول لك ايه بتاعته. عيب ان انت اسم باسمها او حتى تخلي حضرتك لو ما لهاش ابن يقولها يا ام فلان، طب ما لهاش ابن يقولها باسم اخوها. انما لو حتى كان من زمان واحنا اسمها ما يتقالش ارياف يقول يعني ما تيجي تقول لواحد يا ابن فلانه عندنا كانت كارثه كبيره ازاي تشتم، يعني باعتبارها نوع من الايه من الشتيمه. طبعا فكر منتشر. فهو كان بابا كان فيه يقول لك خش واقفل الدرابه. يعني الدرابه يا بابا؟ خش واقفل الدرابه. الدرابه اللي هي كان زمان في بيبنوا بيوتهم ما كانش يعملوا شبابيك. ليه؟ البيت ده كان حرمه، البيت كانوا بيعتبروه حرمه يعني ده زمان خالص قفل. فكان حاجه اسمها الطاقه، يعني الطاقه يقف اعلى مكان يعملوا فتحه، فتحه صغيره للتهويه بس. للتهويه. فهو بيقول له خش واقفل الدرابه لان الفتحه دي تجيب هوا. فممكن الدرابه دي اللي هي الفتحه دي هي زي اليومين دول كده، يعني حضرتك عارف تغيير الفصول معظم الناس عندها برد انا متاكد. والاولاد هيجي برد ليه؟ لان الجو يجي اول الليل يبقى حر وبعدين نهايه الليل يبقى برد، فبيحصل حتى هو زي اليومين دول. فبابا يقول لك ايه ادخل واقفل الدرابه. الدرابه دي اللي هي ايه بقى؟ الدرابه اللي هي الفتحه، هي الفتحه اللي موجوده في زي بيقولوا المنور كده. المنور بتعمل له فتحه، ما كانش يعمل شبابيك. البيت المصري ما كانش فيه شبابيك لان كان يحافظ على الخصوصيه جدا. حتى كان حاجه في الاسلام يقول لك المدخل المنكسر. يعني منكسر؟ حضرتك تعمل مدخل وعين يدخل على طول لان ما يصحش ان تخش ما يبقاش البيت مجروح يعني. بالظبط. وبعد كده ظهرت فكره الحرام لك والسلام لك، ان الحريم لهم مختص والسلام لك اللي هي الرجال لوحدهم. فكانت الحرمه يعني شيء مهم جدا ومقدس، حرمه البيت يعني. حتى عندنا في ما كان الراجل قبل ما يدخل كان يقول لك احم، يعني معناه ان يا جماعه دستور. دستور يعني. فكان عند فكري طبعا مهم جدا جدا. ماشي. وكان من ضمن الامثال اللي كان يقول لك ان صح زرع بابا يغلب النهابه، يعني الشهر ده لازم كل الناس تبتدي ايه تزرع فيه. فالشهر ده لما يتزرع فيه النهابه اللي هم الناس، لان من كتر الخير الناس اللي فيه بتسرق يعني هيكتر الخير وممكن الناس برضه تاخد. ويقول لك ان زرع بابا ده برضه في نفس الشهر اذا خسر ما يجيبش اللبابه. يعني انت لو ما زرعتش اللبابه اللي هي ايه جوه، كان زمان بقى ايام العز كنت حضرتك تفتح رغيف الفينو تاخد منه جزء كده وترميه. اللبابه دي دي جميل. طبعا الكلام ده اليومين دول طبعا انت بتمسك الرغيف طبعا بتمسك هو البابا اصلا ما بيبقاش في حاجه يعني كان زمان. فهو يقول لك ان ايه الشهر ده شهر زراعه. اللي ما زرعش فيه ما زرعش خلاص وهيبقى فيه الخير كتير. فبابا مرتبط بعيد الحريم اللي هو عيد الابت، العيد المهم عند المصريين القدماء اللي كان بيستمر 21 يوم، ومرتبط دايما بفصل ايه زراعه لانه جاي دايما بعد الفيضان. احنا قلنا اول شهر بيجي الفيضان، فبعد كده يبدا الناس ايه عمليه الزراعه. تمام. الشهر الثاني هو شهر هاطور. هاطور هاطور وهي جاي قريب جدا من حتحور. والله تصدق يعني مش محتاج. وحضراتكم لو رحتوا زي ما قلت تاني محطه السادات هتلاقوا في سيده باللون الابيض، هتلاقوا في راسها واقفه منسقه جدا وجميله جدا. انا دايما اغيظ الستات لما باجي اشرح لهم بقول لها بص لجدتك مفيش حته الا في مكانها. والله يا فندم المصري القديم سواء رجل او سيده كان حريص جدا على مخيسه الجسديه. لدرجه دايما مقوله بقولها احنا عندنا دايما نقول قمر 14. والله يا فندم من ايام اجدادي ما كانش فيه بقى جانك فود ولا حاجه. لا يعني عندنا دايما قمر 14، الناس ما تعرفش يعني قمر 14. تخيل حضرتك دايما لما نروح المقابر نلاقي كان بيعملوا حاجه اسمها خطوط استرشاديه. الفنان المصري كان عنده حاجه يعمل اسمها خطوط استرشاديه، فكان من ضمن مقاييس المراه يعمل لها 14 مربع.
مقاييس المرأة الجميلة 14 مربع. فلذلك ظهرت عندنا فكرة 14 ايه قمر مربع، يعني 14 الجسم المثالي للمرأة المصرية في الفن المصري. بيتقسم 14 مربع يعني. أول مرة أعرف المعلومة. فكان حضرتك لما تروح حضرتك المقابر اللي هي لسه ما خلصتش اللي بيسموها unfinished تجد فيه خطوط معمولة باللون الأحمر. أنا فاكر يعني الناس كلها عارفة إن قمر 14 دي اللي هي اللي هو مش القمر بتاعنا. لا والله ده هي مقاييس أنا آسف، الراجل كان يبقى له خطوط محددة، الحيوان له خطوط محددة، المرأة 14 مربع. فدي أي فنان يجي يروح عامل 14 مربع ويجي الفنان اللي بعده يروح عامل إيه مقاييس الرأس هنا الجسم هنا الدراع هنا مقاييس محددة. معروف زي بقول يعملها هو مغمض، فكلمة قمر 14 متاخدة من عندهم. فأنا عندي حتحور دي، حتحور دي كانت آلهة الحب والجمال والموسيقى. ولو حضرتك رحتم زي ما قلت محطة السادات هتجدوا سيدة واقفة فوق رأس إيه، فوق رأس قرني برق بقرة وكرس الشمس. فرمز حتحور نعرفه بحاجتين، يا إما تصور عليها بقرة كاملة شكل بقرة، يا إما يصور عليها سيدة فوق رأسها قرنين بقرة وكرسي الشمس. واحد يقول لك هم البقرة دي عبدوها؟ يا جماعة احنا مازلنا في القرن 21 وهناك دولة كاملة طبعا بيعبدوا يعني عادي. فأوعوا تتخيلوا الموضوع، هم كانوا مش بيعبدوا يا فندم البقرة ولا كانوا يعبدون الشمس، هم كانوا يعبدون الطاقة التي تستمد من الشمس. يعني كان ما برفعهم دايما احنا نلاقي رمز مهم انه رفع ايديه، هم ما كانش بيعبد الشمس، هو كان بيعبد الطاقة اللي موجودة في الشمس، وما كانش بيعبد البقرة، هو كان بيعبد البقرة لانها رمز للحنان. معروف ان اكتر حيوان حنين على اولاده، طبعا كل الحيوانات حنان ولكن البقرة بتدينا قلبان. كمان كان بيستعملها في عملية الحرس والزراعة، كمان هي تعاملها مع مع ولدها شيء حضرتك أتمنى طبعا احنا في الأرياف فبنلاحظ الموضوع ده، تعاملها مع ولدها شيء يعني أكتر من مبدع. فبالتالي بنقول لدرجة ان انا عندي منظر مشهور جدا على أحد التوابيت، تخيل حضرتك هم رابطين رجلها هي واخدوا ولاد ابنها بعيد شوية وبيحلبوها، فهي معتقد ان هذا اللي المفروض يروح يمين للابن. فتخيل الفنان الجميل عامل دمعة نازلة من عينيها، راسم الدمعة وموجود على تابوت اسمه عشائيط. لو حضرتك تشوف التابوت وتشوف المنظر هي متدورة كده وبتبص على ابنها والدمعة، ازاي تاخدوا اللبن اللي المفروض ابني او اكل ابني؟ فبالتالي هذا الفنان كان جاي جدا وكان بيلاحظ البيئة دي. فانا عندي حطحور او هاطور جاي من ده هذا تاني شهر؟ دي تاني شهر، ده تاني شهر، لا مش تاني ده تالت، تالت شهر. هاطور احنا قلنا رمز الحب والجمال والموسيقى، وكان دايما السيدة لما تفتخر تقول لك انا اشبه الاله حطحور، لدرجة لما نفرتاري حب جوزها يبني لها معبد في ابو سمبل اللي هو المعبد الثاني بنهولها على رمز حطحور. ليه؟ اله الحب. فحضرتك لما تروح المعبد بتاع نفرتاري اللي موجود في ابو سمبل هتجد ست تماثيل، فيهم اربعه لزوجها واثنين ليها، بس هي لما جت تصور نفسها صورت ليها على هيئه الاله حطحور، عباره عن قرنين بقره وبينهم كرس الشمس. فقرنين بقره نسبه لحطحور وكرس الشمس اللي هو نسبه لاله رع. بيقولوا ايه في حطحور بقى وهاطور ده؟ حطحور ده مهم جدا، لان لك حطحور ابو الذهب منطور، القمح يبدا ينضج، الذهب اللي هو القمح. فهاطور ابو الذهب منطور، ويقول لك ان فاتك هاطور اصبر لما السنه تدور، يعني انت لو ما حصدتش وزرعت في هذا الشهر بس لازم تستنى السنه اللي راحت، راحت السنه عليك. ولدرجه الشاعر عندهم الجميل، الست كانت جوزها يسافر تقول له ايه؟ تقول له انا في انتظارك، انا في انتظار، انا في انتظارك مثل الشجره، غير انا في انتظارك مثل عيدان القمح بسنابلها الذهبيه. يعني ايه؟ بتشبه نفسها، انا هنتظرك زي التي تخفي السمان حتى تخفيه عن كل البشر. يعني انا مستنياك وانا شكلي شكل سنابل الذهب، ومستنياك زي كده سنابل القمح، مستنياك زي السمان اللي هي بتخفي، لما تيجي هخفيك زي ايه ما بتخفي السمان، انا زي ما بدرس الطائر بتاع السمان انا هخفيك. فتخيل السيده بتشبه نفسها بالايه، بالزرع وبالطيور، بالزرع وبتشبه نفسها بالقمح. فكان عندهم القمح مهم جدا جدا، لان القمح هو محصول الحياه، لدرجه ان عندنا الاسبوع اللي فات عندنا عاشورة، وكل الناس مش عارفه العاشورة اللي بنعملها البليله دي كانت بتاخده من جدنا والله فنان عرفوها. وكان عندهم، لان كانوا بيعملوا ايه فنان، ما بيجي يزرع القمح كان ياخد شويه منه وبعدين يسلقها زي الرز، ما كانش عندهم رز، فكان بيستعمل ويحط عليها لبن وياخد المصري القديم، فكان بيسموه كده عيد طرح البذر المقدس، لان القمح ده قمح مقدس، لانه بركه. حتى عندنا الفلاح لغايه دلوقتي لما يجي يرمي بذره في الارض يسمي ويدعي، وبرضه الاخوان المسيحي بيدعي، صح، لانه يعني متاكد تماما ان هو ما دعاش ربنا المحصول مش هينضج. فتخيل حضرتك عيد عاشورة متاخد من مصر القديمه. فانا عندي مثلين، هاطور ابو الذهب منطور، الذهب اللي هو طبعا القمح شكل تمام. وعندي ان فاتك هاطور اجل اصبر لما السنه تدور. هنروح نسمع بس الاغنيه اللي جايه دي وهنرجع نقول برضو نحاول نقول شهرين ثلاثه كمان وكده كده خلاص في جزء تاني للحلقه. يلا نقول بقى الشهر الاول اللي هو شهر ايه عشان دي هتبقى الاجابه بتاعتك. انت دايما تكروتني والله يا ريس. والله احنا غير 3 شهور يلا نبقى المره الحلقه كلها في 9 شهور، في كام 10 شهور ما تقلوش احنا طبعا اول شهر هو توت،
وتوت جاية نسبة لإله اسمه يعني تحوت أو تحوتي بأول شهور السنة القبطية. وتحوتي ده رمز مصر مهم جدا لأنه هو طائر اسمه طائر الأيبس. هم لاحظوا أن في طائر اسمه طائر الأيبس اللي هو يسموه صديق الفلاح، أكيد كلنا عارفينه اللي هو الأبيض ده، دايما ينقر فدايما كاتب، فكانوا بيعتبروه رمز للعلم والكتابه، وكان دايما اي كاتب اللي هو بيسموه ابو اردن برضو فهو طائر الايبس رؤيه تحوتي اله العلم والحكمه عند المصريين القدماء، ودايما موجود دايما في رسوماتهم وكان دايما اي واحد يتعلم الكتابه كان دايما يتخذ هذا الشعار هو الشعار بتاعه. فنسبه الاله تحوتي او توت، ودي بيقول بنبتدي في 11 سبتمبر هو الاله او عند شهر توت ده بدايه السنه عنده بالظبط، وهو مرتبط ببدايه بنجيء الفيضان. ودايما الشهر ده مهم جدا في 11 سبتمبر، واحنا قلنا من اسبوعين كان نفس العيد ده وهو العيد الهجري كان مرتبط بالهجري، ولذلك يقولوا في حاجه مهمه جدا يقول لك توت اروي ولا تفوت. ان زي ما راوتش اروي ولا تفوت، ما تفوتش يعني المايه جايه جايه. وبعدين يقول لك توت يقول للحر موت، يعني الحر بقى يقول للحر موت، ان المايه لما تيجي الحر يبدا انكسر شويه، الحر يموت يعني ابدا انكسر شويه، الدنيا بقى تبقى طراوة. بالظبط بالظبط. عندي كمان مهم جدا جدا في هذا الشهر، ومهم ليه؟ لان لما الفيضان بيجي بيبتدي الخير يجي، وكان زمان الفيضان له معنى عند الفلاح. ليه؟ لان حضرتك عارف ان 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 الفيضان كان بيجي بخير اكتر، لان المايه كانت بتبقى لون احمر كان بيجيب مع الفيضان كان بيجيب مع خير كتير، وطبعا الزراعه كانت افضل من كده بكتير جدا، بالطمي بقى بالحاجات بقى اللي كانت بتبقى موجوده فيها الخصوبه يعني. وحتى كان يقول لك توت حاوي توت، الحاوي الحاوي اللي هو راجل حاوي اللي هو بيستسح يعني. فهو الفيضان لما يجي يجيب معاه غريا اللي هو الطمي الاحمر، يجيب معاه ميه فبيغير شكل الايه شكل. لذلك واحد يقول لي وما كانش بيأثر عليهم يا فندم، الناس دي كانت مبهره معابده اهرماته بيوته، كان يعرف مسار الفيضان ازاي وارتفاعه، وكان دايما واحد يقول لك رغم الفيضانات اللي جت ليه ما هدتش الاهرامات والمعابد، لانه كان عنده قياسات دقيقه وكان مدرك مش زينا بنبني بالنهر لا لا هو كان عارف النهر والارض دي هي كنزه. لذلك ما كانش يبني عليها، ما كانش يلوثها، حافظ على ارضه وحافظ على نيله. لذلك زي ما هو حافظ على ارضه ونيله لازم تفضل نقيه طول الوقت وبكر طول الوقت. فهو كان مهم جدا في الشهر، وكان شهر توت بالنسبه له شهر الخصب والفيضان، وكان دايما الكهنه يبعتوا واحد يقول لك طب كان الناس بتعرف ازاي؟ الكهنه مجرد ما يوصل الفيضان عند مكان محدد يبدا الكهنه ينشروا هذا الخبر في كل الاماكن اللي في مصر كلها بحيث ان هي تهتم بهذا الشهر. فانا بدعو من خلال برنامج حضراتكم ارجوكم التقويم ده مهم جدا جدا، وزي ما حضرتك جميع اعياد الكنيسه القبطيه وصلواتها موجوده في هذا التقويم اللي هو توت وتحوتي وهذه الاشهر، فارجوكم نبدا نكتبها تاني. عايزين نرجع طب نقول الثلاث شهور اللي قلناهم النهارده. توت طبعا اول شهور وبابه نسبه قلنا العيد الحريم اللي هو ابت، وهاطور اللي هو نسبه للاله ايه الالهه حطحور اللي هي الهه الحب والجمال في مصر. يبقى توت وبابه وحطحور وهاطور. اوكي دي اول ثلاث شهور. اول ثلاث شهور فاضل لنا 10 شهور الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله نتكلم بعد ان شاء الله. حدش عارف ان شاء الله ادينا مكملين لغايه ما الشهور تخلص ان شاء الله خير يا رب. استاذنا دايما معلوماتك ما بنشبعش منها، ولا الناس بتلحق تشبع منك ولا من معلوماتك القيمه الجميله اللي كل كلمه فيها الحقيقه عايزه حلقه لوحدها. بشكرك استاذ مجدي شاكر الباحث الاسري، نورتنا واسعدتنا، وان شاء الله هنكمل بقى جزء تاني من الحلقه الاسبوع اللي جاي باذن الله. بشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معانا من اول دقيقه ولغايه اخر دقيقه. الوقت دايما بيعدي معاكم هوا، واحنا موجودين معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. النهارده كان سؤالنا بيقول ما هو اسم اول شهر من شهور السنه القبطيه؟ طبعا استاذ مجدي كان مجاوبها من الساعه 7 تقريبا، وهو شهر توت. طبعا معظم الناس كانت مجاوبه صح النهارده، لكن اللي كان عنده يعني مثابره شويه على الاجابه النهارده وفي اسامي كتير، احمد نور، نانا، محمد، استاذ عاصم ابو الخير طبعا حبيبي بشكرك منورني،